أتواجد حالياً في منطقة الجروف في منزل خالد عبد الله الجروف. هذا المنزل الذي كما تشاهدون في الصورة تعرض للقصف من قبل ميليشيات الحوثي المتواجدة في منطقة القهرة. كما تشاهدون في الصورة هذا أحد المنازل الذي تتعرض للقصف المستمر من قبل ميليشيات الحوثي. لا يوجد في هذه المنطقة موقع عسكري بالقرب من هذه المنطقة، لكن الميليشيا تقوم بإرسال القذائف بشكل عشوائي إلى منازل المواطنين. نلتقي بأحد المواطنين هنا وأحد أبناء هذا المنزل المتضرر، يطلعنا عن في أي وقت وصلت القذيفة وما هي الضحايا والأضرار التي ألحقتها هذه الضربة. وصلها الساعة 10 بالليل، والضحايا كما تشوف ايش حصل من تدمير ومن خراب ومن بسبب القذائف الهاونه حتى ميليشيات الحوثي التي تستهدفنا دائما، تمام، وتستهدف المنطقه بشكل عام، يعني الجروف والمقابيل هذه قذائف الهاونه، تمام. وكما تشوفوا التدمير اللي حصل، وكان الاسر متواجده هنا طبعا. أنا بتروح ضحايا كثير بس ربك ستر الحمد لله على كل حال. إذن كما سمعتم هذه واحدة من عشرات الضحايا أو الأضرار التي تشهدها هذه المنطقة. استمرار الميليشيا قصف هذه المنطقة هو بسبب قربها من منطقة المواجهات وبسبب وقوعها في منطقة التماس. محمد مريسي، قناة بلقيس، محافظة الضالع.